أهلا بيكم يا أصدقائي في سلسلة نهايات وتكوينات، وضيفنا هو اللاعب البولندي الشهير يوهان زكرتورت، أحد أقوى اللاعبين في عصره. ولكن ما حال أمامه ولقب بطولة العالم غير شخص وحيد وهو ويليام شتاينيتز؟ وبالفعل نظم أمامه مقابلتين على بطولة العالم، أحدهما غير رسمية 1872 والأخرى رسمية 1886، ولكن في المقابلتين خسر زكرتورت، وعندما فاز شتاينيتز في المقابلة الثانية أصبح أول بطل رسمي للعالم. ولكن كما هي العادة سنبدأ أولا بالنهايات. نهايات هذا الفيديو هي مواقف نادرة، ولكنها توضح العالم الكبير والخفي لنهايات الأدوار. فهل تصدق أن ملك وحصانين أمام ملك هو تعادل، بينما يتحول الدور إلى فوز عندما يحوز الأسود بيضك؟ فهل هذا معقول؟ في المثال الحالي الدور حينتهي بالتعادل، رغم ان الملك الاسود في الركن والابيض لديه حصانين، لكن حتى اذا كان اي طرف له النقلة فان الموقف حينتهي بالتعادل، لان الحصانين لا يستطيعان اجبار المات. ولما بيقترب من الملك استعدادا لاعطاء الكش مات، بيكون الملك الاسود في حالة مات مخنوق، ويمكنك ان تجرب بنفسك. لكن لو نفس الموقف ولكن التغيير الوحيد ان الاسود معاه بيدق، وفي حالة محاصرة الملك الاسود في الركن، فان الابيض بيقدر يدي كش مات سواء كانت له النقلة او كانت النقلة للاسود. لو الابيض له النقلة هيلعب نايت جي 6. لازم نلاحظ ان الحصان والملك محاصرين الملك الاسود، ومعندوش غير مربع واحد يقدر ينتقل اليه او ممكن يحرك البيضة. لو الاسود حرك البيضة ولعب اتش 4، ودلوقتي لو الابيض اخد البيضة نايت تيكس اتش 4، الدور هينتهي بالتعادل زي ما شفنا في الشكل السابق. ولكن خطة الابيض هو الاقتراب بالحصان بدون الاسود، بيتعرض الى النات مخنوق، لان دايما هيكون عنده نقلة تحريك البيضة للامام. وتعال نشوف ازاي. الابيض بيكمل نايت اي 5، والاسود اما يحرك الملك ولكن مش هيستفيد شيء، وافضل نقلة للاسود ان يلعب اتش 3. وهنا الابيض بيلعب نايت سي 6، ولولا وجود البيضة كان الموقف انتهى بمات مخنوق. ولكن حاليا البيضة حر في الحركة، الاسود مجبر على لعب اتش 2، والابيض بيكمل ببساطة نايت بي 5. وهنا الاسود بيرقي لاي قطعة، مثلا لوزير، لكن بيكون الوقت متأخر لان الابيض هيلعب نايت سي 7 تشيك ميت. اذا حصانين مع ملك ضد ملك وحيد لن يستطيع اجبار المات، ولكن في حالة وجود بيضة او اكتر مع الاسود حر الحركة، الابيض بيقدر يفرض الكش مات بشرط وجود الملك محاصر في الركن. والان الى موقف اخر، عندما تكون متفوق بفيل وبيضة فانك لابد ان تتوقع الفوز، ولكن يحدث التعادل في حالة واحدة، وهي ان البيضق يكون بيضة جانب او كما نسميه بيضة رخ، والفيل هو الفيل الخطأ، بينما الملك الخصم يحتل مربع الترقية. هيا نرى هذا الموقف النادر. الموقف ده موقف شهير، الابيض معاه بيضة مستعد للتقدم والترقي، وكذلك معاه فيل، لكن الملك الاسود بيحتل المربع اتش 8 وهو مربع الترقية للبيضة، وده مربع اسود، ولذلك الفيل ذو المربعات البيضاء بيسموه في هذه الحالة الفيل الخطأ، لان الابيض ليس لديه اي طريقة لاجبار الملك الاسود عن احتلال هذا المربع في اي وقت يشاء. وبالطبع بدون ترقية البيضة الموقف هينتهي بالتعادل. ولذلك في الموقف ده الابيض بيفضل ان يكون معه فيل مربعات سوداء،
وهو في هذه الحالة الفيل الصحيح أو حتى حصان، لأن الحصان ممكن يتنقل على المربعات البيضاء والسوداء، وبكده بيجبر الملك الأسود على ترك مربع الترقية وبمهد الطريق لتقديم البيضة حتى مربع الترقية، بينما فيل المربعات البيضاء لا يستطيع، وده من الحالات القليلة اللي بيكون فيها الحصان أفضل من الفيل. والآن إلى موقف عجيب آخر، فالأبيض ومعه حصان فقط يفوز إجباريا على ملك وبدائين ويعطي كشمات عجيبة، ولكن لاحظ أنها في موقف نادر. الموقف ده من المواقف الطريفة اللي بتبين لنا أن الشطرنج بحر بلا شطآن، لأن رغم أن الأبيض معاه حصان بينما الأسود معاه بدائين مستعدين للتقدم للأمام والترقية، لكن الأبيض بيفوز إجباريا وبيدي الأسود كشمات، بل بيجعل البيادق السوداء بتساعده في محاصرة الملك الأسود ومساعدته في إعطاء الكشمات، وكذلك لا يهم من له النقلة سواء كان النقلة للأبيض أو النقلة للأسود. وتعال نشوف أحد أصعب التفريعات والنقلة للأسود، وإنت يمكنك تجريب أي تفريع آخر بعد ما تعرف الفكرة اللي هيفوز بيها الأبيض إجباريا. الأسود هيلعب كينج اتش 2 والأبيض بيكمل ببساطة نايت جي 4 تشيك، والأسود ما عندوش غير كينج اتش 1 والأبيض بيكمل بكينج اف 1، وبكده الملك الأسود وإلى نهاية التفريع هيحاصر في الركن وليس له أي نقلة قانونية، والأسود ما عندوش غير إنه يحرك البيادق للأمام. لو الأسود لعب جي 5 الأبيض هيلعب ببساطة كينج اف 2، ودلوقتي الملك والبيدق ليس لهم أي حركة، ولا يوجد غير بيدق الاتش 3 اللي يستطيع أن يتقدم للأمام، والأسود مجبر على لعب اتش 2 والأبيض بيكمل نايت اي 3، والأسود ما عندوش غير نقلة واحدة وهي جي 4، وهنا الأبيض بيلعب نايت اف 1 والأسود مجبر على لعب جي 3 تشيك، لكن ويا ده العجب الأبيض بيلعب نايت تيكس جي 3 تشيك ميت. وبالطبع الكثير منا يتمنى أن يكون هو الأبيض في مثل هذا المثال. والآن هيا نرى عبقرية زكرتورت عندما يلعب أمام أندرسون، وزكرتورت متخلف بقطعتين صغيرتين. في الموقف ده زكرتورت بيتمتع بكل المزايا، فقطعة منتشرة في جميع أرجاء الرقعة والأسود قطعه ما زالت في أماكنها الابتدائية، ولكن زكرتورت متخلف بقطعتين صغيرتين، وأيضا لا يوجد تهديد مباشر على الملك الأسود، ولذلك الأسود لعب باطمئنان C6 وبيتخلص من أحد القطع المهاجمة، لكن زكرتورت كان له رأي آخر. زكرتورت لعب التضحية الرائعة روك تيكس اف 6. زكرتورت بيحاول ان يتخلص من المدافع عن المربع D8، وبوصول الوزير او الرخ ايديه بيكون تشيك ميت للملك الاسود، لان الحصان منعه من الهرب، ولذلك الاسود لا يستطيع الاخذ بالرخ، لكن لو اخذ بالفيل الابيض هيكمل ببساطة بيشوب تيكس اف 6 بشوكة ملكية للملك والوزير، والأبيض بيفوز، ولذلك الرخ الأبيض مؤمن والأسود ليس أمامه غير أخذ الحصان، وزكرتورت كمل ببساطة روك تيكس اف 8 تشيك. الكش دي كش مزدوجة، ولذلك الملك لابد أن يتحرك إلى المربع C7، والأبيض كمل في خطته ببيشوب جي 3 تشيك، والملك لو ابتعد هيترك حماية الفيل، ولذلك لعب D6 والفيل كمل في رحلته ببيشوب F2 طالب الوزير، وبعد كوين C4 جاءت الضربة الثانية الرائعة، يا ترى ايه هي؟ روك تيكس C8 تشيك، والاسود لابد ان ياخذ الرخ، ولكن هنا الابيض انهى الدور بكوين E8 تشيك كينج C7 روك E7 تشيك، وهنا الأسود سلم لأن الملك لن يستطيع الإفلات من شبكة المات.
وننهي الفيديو بموقف رائع من زكرتورت بتكوينة ربما لم تراها ولن تراها مدى ممارستك للشطرنج. لاحظ ثانيا أن زكرتورت يلعب بدون أن يرى الرقعة، أي بالاستدبار أمام 23 لاعب. هيا نرى أحد اللاعبين ومصيره. من الواضح بالطبع أن زكرتورت الأبيض بيهاجم، ولكن لا يمكن أتوقع أبدا أن ينهار الأسود بالسرعة التي انهار بها، لأن رغم أن زكرتورت لا يرى الرقعة إلا أنه أثبت أنه أكثر من المبصرين رؤية، ولعب نقلة ربما لا تخطر على بال أجبرت الأسود على التسليم فورا. يا ترى إيه هي؟ زكرتورت لعب النقلة الرائعة والغير متوقعة بيشوب جي 5. الأبيض بيهدد بتشيك ميت في نقلتين، بيشوب اف 6 تشيك، كينج اي 8، وهنا بتجيئ كوين اتش 8 تشيك ميت. وبالطبع الدفاع الوحيد هو اف تيكس جي 5، لكن هنا بيجيء الدور على البيضة للتقدم للأمام، ومرة أخرى الأسود مجبر على التراجع وبتجيء المات بكوين اتش 8. تكوينة طريفة ورائعة، وزكرتورت أثبت موهبته المتوهجة. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.